الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اغتنم حياتك قبل موتك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. الناس يصابون بالدهشة والذهول والصدمة وهم في أرض المحشر، ويسألون ويتخافتون، إيه اللي حصل؟ أين دنيانا؟ هل هكذا سرعة قضائها وزوالها؟ كم لبثنا في الأرض عدد سنين؟ أغمضنا أعيننا وفتحناها، ما وجدنا بيوت ولا قصور، ولا وجدنا مساكن ولا بيوت، ولكن وجدنا وجه الحي الذي لا يموت، وبرزوا لله الواحد القهار. يدور حوار بين الناس في أرض المحشر. القرآن الكريم سجل هذا الحوار وقال أن هناك أربعة أجوبة في تساؤلات الناس فيما بينهم عن مدة الحياة وقصرها وسرعة زوالها. كم لبثنا؟ قد إيه قعدنا في الأرض؟ مرت بحلوها ومرها وخيرها وشرها، فكم لبثنا؟ الجواب الأول جاء في سورة طه: يوم نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. بيسأل بعضهم بعض: إحنا قعدنا في الدنيا قد إيه؟ الموضوع طلع جد، كنا نظن أن الدين هزل وأن الأمر هزل، طلع الأمر جد، قعدنا قد إيه؟ ففيما تخافتون بينهم قالوا قعدنا 10 أيام، مدة الحياة دي كلها إن لبثتم إلا عشرا. الجواب الثاني جاء أيضا في سورة طه، قال ربنا جل وعلا في الآية التي تليها: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. لا مش 10 أيام، لا ده كان يوم كامل على بعض. 10 أيام كتير، احنا مكثنا في الدنيا يوما. الجواب الرابع جاء في القرآن أيضا في سورة المؤمنون، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ده ما كانش يوم كامل زي ما قال الناس في سورة طه، لا مكثنا يوما أو أقل من يوم، يوما أو بعض يوم. في جواب رابع جاء في القرآن الكريم في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. ساعة من نهار يتعارفون بينهم. هكذا أجوبة الناس في الحشر: تنقضي هذه الحياة، فبعضهم قال مكثنا 10 أيام، مكثنا يوما أو بعض يوم. كل فترة الحياة ساعة نتعارف فيها فيما بيننا: هذا أبي، هذه أمي، هذا عمي، هذا ابني، هذا جاري، هذا صديقي. تعرفنا وانقضت قصة الليل والنهار، وانتهت فصول حياة بني آدم في ساعة من نهار كما أخبر القرآن الكريم. هذا يدلنا على أهمية الزمن والوقت، وأن الإنسان العاقل حريص على كل نفس من أنفاسه، لأن أنفاسنا هي خطانا إلى قبورنا إلى الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية الزمن وعلى أهمية الوقت. في بعض الناس قديما وحديثا دائما يسخرون من الغيب، يقولوا: ما في دين، ما في إله، ما في آخرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
طعام شراب شهوة، ثم نموت فنصبح ترابا وعظاما، أرحام تدفع قبور تبلع، وانتهت قصة الحياة. هذا الأمر ليس بجديد، كان موجود في مكة، وكان موجود قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود في زماننا هذا، كهذه الرياح التي تأتينا من الغرب ويتأثر بها بعض السفهاء والحمقى في موجة إلحاد، فيتفاخر بعضهم في الغرب يقول: أنا لا ديني، ما عندي إله وما عندي دين، والقضية كلها قضية عبث، أموت وأحيا، أحيا وأموت، لا معنى إلا هذا. روى البخاري ومسلم أن خباب بن الأرت رضي الله عنه صحابي كان بيشتغل حداد قينا، القين هو الحداد الذي يصنع الدروع من الحديد والرماح والسيوف، فكان له دين على رجل مشرك اسمه العاص بن وائل، فقال خباب: ذهبت إلى العاص بن وائل أتقاضاه دينا لي، فقال لي: لن أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد. قال: والله لن أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاص بن وائل: فإنني سأموت وأبعث، وأنتم تزعمون أن بعد الموت هناك جنة فيها أنهار وذهب وفضة، فسأكون في هذه الجنة ولي فيها أموال كثيرة، فعندما أبعث سأقضيك حقك من هذه الجنة عندما أموت وأبعث. وكأنه يسخر من عقيدة خباب بن الأرت. فنزل القرآن الكريم بقول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. حياة الإنسان زمن بين قوسين يبدأ بالميلاد وينتهي بالوفاة، ما بين هذين القوسين أحداث كثيرة يمر بها الإنسان، لكن العمر لا يتعلق بشخوص الناس، العمر لا يتوقف ولا يعود إلى الوراء، هاتان صفتان في عمر كل إنسان من بني آدم. عمر الإنسان لا يتوقف أبداً، سواء الإنسان غني أو فقير، صحيح أو مريض، منشرح أو منقبض، حزين أو مسرور، العمر ملوش دعوة بحال الإنسان، العمر يمضي إلى نهايته، فالعمر لا يتوقف. الصفة الثانية في عمر ابن آدم أن ما مر منه لا يعود أبداً. إذن العبرة في إيه؟ العبرة نتعلمها من حديث رواه مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. العبرة كلها بحسن الأعمال وليس بطول الأعمار. كم من أعمار فارغة، المال الضائع يمكن أن يعود، لكن العمر الضائع هل يمكن أن يعود؟ من ضاع عمره في غفلة أو في لهو أو في عبث، أنى له بعمر جديد. طب يعمل إيه؟ يستأنف من الآن، ربما لحظة صدق فيها مع الله مش تساوي العمر اللي فات، تساوي أعمارا من أعمار بني آدم، فالعلة كلها في الصدق مع الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على وقته، لا تراه إلا دائما مشغولا ذاكرا لله، يعلم الناس الخير، يصلح بين متخاصمين، يرسل السرايا في الدعوة إلى الله، متهجدا بالليل، يتلو القرآن الذي ينزل عليه بالليل على الناس بالنهار، يفتيهم في الحلال والحرام، بالليل متهجدا وبالنهار داعيا قائما. فمتى كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الربيع بن خثيم رحمه الله: إني لأعد كلامي من الجمعة إلى الجمعة. كان الربيع بن خثيم يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، ثم يحاسب نفسه مساء كل يوم سبت. يا ليت الربيع يعلم ويدري
أن بعض الناس يرتكب خطايا كالجبال في كل يوم وهو يضحك ملء فيه، لا يراجع نفسه ولا يحاسب نفسه ولا يسأل نفسه ولا يقف مع نفسه وقفة يحاسبها قبل أن تحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصالحون من قبلنا كانوا يقولون من علامات المقت إضاعة الوقت. المقت معناها الغضب، من علامة غضب الإنسان، غضب الله على الإنسان، أن يضيع وقته دون أن يدري أن الوقت هو الحياة، ومن يقتل وقته فكأنما يقتل نفسه. أمثلة من همم الصالحين من قبلنا، مش هنقول نبقى زيهم، ولكن تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الإمام النووي رحمه الله مات وسن 45 سنة بس، ترك لنا كتاب المجموع في الفقه 28 مجلد، وكتاب رياض الصالحين في فضائل الأعمال، لا أعلم بيتا من بيوت المسلمين تقريبا في القارات الخمس إلا وفيه هذا الكتاب الطيب المبارك الذي فيه فضائل الأعمال، وله كتاب الأذكار، وسنه 45 سنة. لو ادينا كتاب المجموع لواحد مننا ينسفه، مجرد يكتبه بس ينقله، لذهب عمره قبل أن ينقضي هذا العمر في كتابة هذا الكتاب. إذن كيف ألف هذه المؤلفات؟ هو نفسه بيجاوب على نفسه ويقول: ظللت سنتين لا أنام إلا على جنب. يعني كان بينام على الكتاب، كان إذا قرأ أو طالع ينام على الكتاب، وبعض الناس ينام عند نهاية الإرسال، الإرسال وقف يروح نايم، لكن هذا كان ينام على كتاب فيقطع الليل بالنهار إما في مطالعة وإما في كتابة، حتى نفع الله بعلمه فأصبح علما مباركا تنتفع به الأمة إلى يوم القيامة. ابن جرير الطبري وعجوبة الزمان، شيخ المؤرخين وشيخ المفسرين رحمه الله، مات سن 83 سنة، قضى 40 عاما، في كل يوم يكتب 40 ورقة. لما عدوا عدد الورقات طلعت 584,000 ورقة، يعني حوالي 500,000 ورقة في عمره، وقالوا هذا لم يتيسر لعالم من علماء البشرية إلى يومنا هذا. كان هذا شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، كان يبادر عمره المبارك الذي وصل 83 سنة، حتى في أوقات الاحتضار كان حريصاً على أن يتعلم. ابن عقيل الإمام الفقيه الحنبلي رحمه الله كتب أكبر كتاب عرفته الدنيا، اسمه كتاب الفنون، في حوالي 800 مجلد، 800 مجلد، لكن فقد للأسف الموجود منه 8 مجلدات أو 12 مجلد. هذا أكبر مؤلف عرفته البشرية، ألفه ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، تلميذه اسمه أبو الفرج بن الجوزي، هذا تلميذ نجيب، قال: طالعت 20,000 مجلد أو يزيد. البرايات بتاعت القلم اللي كان بيكتب بها المؤلفات أوصى أن يسخن بها الماء الذي سيغسل به عند موته. قالوا: فجمعوا برايات الأقلام، الأقلام اللي كان بيكتب بها العلم، البراية بتاعت القلم، فجعلوها وقودا يسخن به الماء الذي غسل به عند موته، ففاض منها شيء كثير. شيخ الطب الإمام ابن النفيس رحمه الله، مكتشف الدورة الدموية الصغرى، كتب أعظم كتاب في الطب اسمه الشامل، اللي قدر يكتبه 80 مجلد. يقول تاج الدين السكي رحمه الله، قال: لو تم له لوصل إلى 300 مجلد. عارفين كان بيكتبه إزاي؟ كان يأمر أن تبرى الأقلام فتوضع أمامه الأقلام مبرية، ما عندوش وقت يبري القلم، كانت توضع الأقلام مبرية، فكان ينظر إلى الحائط فيستحضر من ذهنه العلم، ده مش علم شرعي، ده طب. وهذا الطب كتب ابن النفيس كل علماء الغرب عيال على كتب العرب التي استفادوا منها في القرون الوسطى وترجموها إلى لغاتهم. كان ينظر إلى الحائط فيملي من ذهنه ويكتب بالقلم، فإذا انتهى القلم ما عندوش وقت يبري، ياخد الثاني ويكتب مباشرة.
هذا موقف عجيب للإمام السري السقطي رحمه الله. كان في بيته فجاء رجل فطرق عليه الباب. قال إيه السري السقطي؟ دعاه دعوة عجيبة. قال: اللهم اشغل من جاء يشغلني عنك بك، اللهم اشغل من جاء يشغلني عنك بك. قال: فحج الرجل 40 حجة. إيه الدعوة القوية دي؟ دعوة واحدة: اللهم اشغل من جاء يشغلني عنك بك، فحج الرجل 40 حجة. كيف كان دعاؤهم فيه بركة، وكيف كان حالهم مع الله، قلوبهم رقيقة ونواياهم صادقة. ما أرادوا بدينهم ملكا ولا منصبا ولا مالا، ولكنهم أرادوا بدينهم وجه الله، فرفعهم الله تعالى على رؤوس الخلق. أعلم بعض الأمهات والأخوات الصالحات لا تترك التهجد في كل ليلة حتى في غير رمضان 8 ركعات إلا أن تنشغل بحقوق زوج أو بضيوف، فإذا فاتها قضت 8 ركعات بالنهار. أعلم بعض هذه الأمهات تختم القرآن كل 3 أيام، في كل يوم تقرأ 10 أجزاء. هذه المرأة الصالحة البارة الكريمة الطيبة الوقورة الطائعة لزوجها المربية لأولادها، هل عندها وقت تجيب سيرة فلانة أو علانة؟ هل عندها وقت لغيبة أو نميمة؟ هل الأوقات رخيصة حتى تضعها في غير موضعها؟ أنا لا أتكلم عن الرجال، فالرجال كثر. أذكر منهم شيخي الذي علمني الفقه الشافعي وهو حي يرزق. أنا عارفه لما كان شاب وهو معيد، ولكن الآن من كبار أساتذة الأزهر. أسأل الله أن يبارك في عمره وهو ضريح. بيقول لي: أنا وردي كل يوم على الريق 5 أجزاء، 5 أجزاء قبل ما يفطر، والورد بتاعي على الريق 5 أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يضع لقمة في فمه. هذه همم عالية، احنا مش هنقدر نبقى زيهم، لكن على الأقل نقتدي بهم، فلا نضيع أوقاتنا في القيل والقال، ولكن عندنا ما يشغلنا بفضل الله من ذكر ربنا وطاعته. نتعلم علما نافعا، نعلم غيرنا علما نافعا، نذكر الله، نصلح بين الناس، أكون نافعا لنفسي ونافعا لغيري ونافعا لأمتي، فالمؤمن كله منفعة. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.